هذا وتكاملت جهود وزارات ومؤسسات الدولة في إنجاح سير العملية الانتخابية بكل يسر وسهولة في جميع مراحلها. وزارة الخارجية عملت مع اللجنة التنفيذية لانتخابات 2018 لاستقبال البحرينيين المقيمين بالخارج للتصويت في جولتي الانتخابات النيابية الأولى والثانية في 29 سفارة وقنصلية وبعثة دبلوماسية لمملكة البحرين بالخارج في 24 دولة، بدءا من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 8 مساء حسب التوقيت المحلي للمدينة التي توجد بها السفارة أو القنصلية أو البعثة الدبلوماسية. واتخذت سفارات وقنصليات مملكة البحرين كافة الترتيبات اللازمة لتسيير عملية الانتخابات بكل أريحية ويسر وفي بيئة منظمة وجاهزية عالية تليق بمثل هذه المناسبات الوطنية الهامة.